الحسين أعظم امتحانات هذه الأمة في زمانه، ولا يزال حتى الآن الحسين أعظم امتحانات هذه الأمة أيضاً. ولقد سقط كثيرون في هذا الامتحان قديماً، ويسقط كثيرون حديثاً فيه ولا يزالون. ألم تسمعوا أن أحد وعاظ السلاطين وعلماء البلاط الذين يعملون الريال والدولار والدينار والدرهم، وهو مفتي مملكة معاصرة، أفتى أن بيعة يزيد كانت شرعية وأن الحسين قد غر به. اللهم احشره مع يزيد واحشرنا مع الحسين، اللهم آمين. معرفة الحسين عليه السلام بمصيره قبل أن يبدأ بنهضته أكبر دليل على أنه لم يخرج أشراً ولا بطراً ولا ظالماً ولا مفسداً، وإلا فساوم على مواقفه ليتخلص من الموت ويكسب من السلطة امتيازات. لكن الحسين خرج وهو عارف ليس فقط بمقتله، وإنما بالبقعة التي سيسقط فيها. لقد حمل الحسين معه إلى كربلاء عياله كلهم، لأنه كان يثور من أجل قضية مقدسة هي أعز عليه من المال والأهل والولد ومن مهجة قلبه أيضا، إنها قضية الله. الحسين عليه السلام أتم الله الحجة على علماء هذه الأمة وزعمائها بعد أن أخذ عليهم أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم، وأن يتحملوا مسؤولياتهم ضد الظلمة حتى وإن أدى ذلك إلى أن يقتلوا ويقطعوا وتصبى ذراريهم أيضاً.